الرمح والأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تقطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى بين دم وفرس، وكل يا لبن من صفاك. وإذا رأيت النقل مشكوك النوى فاسأله، وكل يا نخل من شرق نواك. وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. مع القرآن الكريم، مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بأمسين مركز زقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمزي، فليتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh.
إليكم الإيمان.
كثير من الأمر لعنت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إحداهما على الأخرى
لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا ولا تجسسوا
الذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد. تب ما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وهكذا ختم أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال نزاع التلفزيون العربي والمقيم بمسلم مركز زقازيق قبيلة القارئ الشيخ محمد رمزي مخزن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدار السيد عبد الغني البرديني بميت أبو خالد هندسة الكهربائية الكبرى لصاحبها الحاج عبد العزيز أبو هاشم أولاده بنيت أبو خالد هندسة الصوتية والإذاعية مهندس محمد جمعة منصور النقاس شرقية خدمة الفندقية الممتازة بفيه الدالي بعود الطرفة وحدة التصوير الفست الهوائي عميد مصوري مصر مهندس ناصر صلاح الزقازيق شرقية أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيه يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم العزاء انا لله وانا اليها راجعون.